ممكن كابتن بلال النادي الاهلي بيتطلع النهارده لتحقيق نتيجه ايجابيه باستغلال عامل الارض وعامل الجمهور، وانا دايما انا بحب اسبق بقول الجمهور اولا وعامل الارض ثانيا لتحقيق نتيجه ايجابيه تخفف الضغوط عنه شويه الماتش اللي جاي باذن الله في ماتش العوده وتنقل الضغوط لفرقه الرجاء المغربي. اكيد يا كابتن ايمن، ما هو يعني ايه عامل الارض؟ الارض هو الجمهور. يعني انت النهارده تخيل انك بتلعب النهارده في استاد القاهره تمام من غير جمهور، ايه الاستفاده اللي ممكن تعود على النادي الاهلي؟ زي الغريب بنسبه كبيره يعني بالظبط يعني يعني خلاص هي. يعني الحماس اللي بيجي لك، ما هو بيجي لك عن طريق تشجيع الجماهير بتاعتك، الخضه اللي بتبقى موجوده عند الفرقه الثانيه، ما هي الخضه دي بتيجي من تشجيع الجمهور للنادي الاهلي. فالنهارده لا تفرق كتير جدا جدا ان يبقى عندك جمهور، وجمهور كبير كمان يكون حاضر زي جمهور النادي الاهلي في الماتشات، بيديك دفعه كبيره جدا جدا، يخلي اللعيبه النهارده يبقى عندها حماس شديد جدا جدا. احنا كلنا جربنا ولعبنا قدام جماهير كتيره جدا، كانت المباريات بتبقى مباريات غير عاديه. انت صح. وانت بتلعب من غير جمهور كانك بتلعب مباراه وديه، ملهاش طعم، ملهاش معنى، مفيش حافز، مفيش روح قتاليه عاليه. انت وانت احيانا لما بتبقى مغلوب وتلاقي الجمهور بيشجع فيك، انت بتبذل كل ما عندك من طاقه ومجهود، ممكن يكون اوفر اللي موجود عندك. صح. كمان خد بالك علشان خاطر الجمهور اللي بيشجعك واللي بيهتف ليك واللي عايزك تكسب واللي بينادي عليك طول المباراه. فالنهارده لا، وجود الجماهير وخاصه جمهور النادي الاهلي كمان، خد بالك جمهور الاهلي جمهور شديد كبير، عايز دايما فرقته تكسب، مش رايح بس فقط لمجرد انه يستمتع بالمباراه، او رايح يعني للشو ان هو يعني خلاص رايحين نتفرج على ماتش الاهلي النهارده الله وهنسقف ونرجع. لا لا، جمهور عايز فرقته تكسب، جمهور متحمس. طبعا. والنهارده مباراه مهمه جدا. يعني الكباتن اتكلموا على يعني اوروبا مش زينا، اوروبا يا جماعه مختلفه شويه، لان اوروبا خد بالك انت بلجيكا جنب فرنسا جنب هولندا جنب المانيا كله جنب بعضه، يعني تقدر الجمهور يقدر ينتقل بشكل سريع جدا كبير. وبشكل بسيط جدا طبعا، ويملى الاستادات. فهناك مفيش ازمات لا في الملاعب تمام، ولا في لا في طبيعه الملاعب، ولا في كمان في الاستاد في حضور الجماهير بالنسبه للفرق الخصوم يعني. لكن انت النهارده لا، انت عشان تلعب النهارده ماتش في المغرب بتسافر بطياره 5 ساعات، وجمهورك ما يقدرش يسافر، وتكلفه عاليه جدا جدا جدا. فالمواضيع هنا مختلفه. عشان كده النهارده ان شاء الله مباراه الاهلي مع رجاء، الاهلي مطالب، لعيبة النادي الاهلي النهارده مطالبه ان هي تحسم المباراه وبشكل كبير. اهم ما في المباراه النهارده ان الاهلي ما يجيش في جول، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا. ممكن النهارده لا قدر الله ما يجيبش جوان، ما كسبش، لكن ما طلعش متعادل 1-1. يعني انا ممكن اتعادل 0-0 ماشي، ممكن متاح ومباح بالنسبه لي، ونقدر نرجع تاني. طول ما انت ما دخلتش في مرماك اهداف، طول ما انت ما زلت عندك القدره وعندك الامكانيه انك تكسب حتى لو بره ملعبك. صحيح. مطلوب النهارده انك تكسب، لكن مش ما تحطش على نفسك ضغط. اهم حاجه اللعيبه النهارده تبقى نازله حماس، ما يبقاش في ضغط عليك، انا بلعب على ملعبي وفي وسط جمهوري، فمطالب النهارده ان اكسب بسكور او بنتيجه كبيره جدا عشان لما اروح هناك. فممكن تستعجل، ممكن تبقى يبقى الضغط ده ممكن يخليك تستعجل، الضغط ممكن يخليك متوتر، تبقى مش يعني الكور الفرص اللي تجيلك ما تقدرش تستغلها بشكل كبير، تبقى مستعجل فيها انك عايز تسجل هدف. فالنهارده لا، انت محتاج النهارده اللعيبه النهارده محتاجه ان هي تبقى مركزه. المدير الفني كمان يا كابتن ايمن محتاج انه يبقى مركز قوي في تفاصيل المباراه، امتى يغير، اشتغل امتى الحته الهجوميه، امتى اعلي الضغط، امتى اهدى شويه، امتى اهدى الريتم. اللعيبه الكبار في الملعب النهارده ليهم مسؤوليه كبيره جدا، امتى اشد اللعيبه، امتى اهدى الريتم النهارده، امتى اوقع الايقاع شويه، امتى نستحوذ، امتى نهاجم، امتى نضغط. النهارده كل واحد عليه مسؤوليه كبيره جدا جدا في الملعب. صحيح. موافق ان شاء الله النادي الاهلي النهارده باذن الله ونعمل مباراه كبيره جدا باذن الله تعالى، ونثبت للعالم كله ان احنا تخطينا دور الثمانيه عن جدار واستحقاق. شوف تغيير النهارده، ممكن نشوف تغييرات، ممكن يعني ممكن في الغالب هنشوف تغيير النهارده. طيب خلاص.